يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل أترك زيارة المريض في المستشفى إذا كان هناك فتن، وخاصة أن هذا المريض سيخرج بعد أيام؟ يعني فتن إيش الفتن؟ نساء نساء كاسيات عارية. أرأيت لو احتجت إلى قبضة من البقول وهي في السوق، والسوق ملآن من النساء والفتن، أتبقى في بيتك تقول ما أشتري حاجة للبيت لأني إذا خرجت وجدت الشر؟ لا، فهذه مثل هذا سيخرج يا شيخ. متى يخرج؟ أولا ما تدري متى يخرج. ولادة يا شيخ تخرج بعد يوم. إذا كانت مرأة والد بعد يومين أو ثلاثة تخرج. شوف، إذا كان ليس هناك حق بين، بمعنى أنها ليست أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا أمك، هذه أمرها واسع. أما إذا كانت من القريبات لك فعدم زيارتها، بل عدم الصواب عيادة المريض يقال عيادة، والصحيح قال زيارة، هذا غلط، ولا ينبغي أن نشدد على أنفسنا. الآن في الطائرة فيها منكرات ولا لا؟ فيها منكرات. هل أقول ما أروح بالطائرة لأن فيها منكر؟ لا يا أخي، ها رح وخفف عن المنكر ما استطعت، وغض البصر.